أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن واقع الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون عدن، والمناشدات التي تطلقها رابطة أمهات المختطفين والمنظمات الحقوقية للمطالبة بإطلاق سراحهم. قالت رابطة أمهات المختطفين إن المعتقلين في سجن بير أحمد الذي تديره قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات في عدن تعرضوا خلال الأيام الماضية للتعذيب من قبل إدارة السجن. وذكرت الرابطة في بيان لها أن مدير السجن غسان العقربي ومرافقيه اعتدوا بالضرب على 72 معتقلا في ساحة السجن، كما طالبت الأمهات بإظهار المخفيين قسرا وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية. في هذه الحلقة من برنامج زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى متى يظل المعتقلون يقاسون شتى صنوف التعذيب في السجون؟ وما هو دور الجهات الرسمية لإيقاف هذه السجون غير الرسمية في عدن؟ نتابع التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. لا يمر يوم إلا وتعرض أبناؤنا للعديد من الاعتداءات والتعذيب الذي تعجز الكلمات عن وصف تفاصيله القاسية. هكذا تروي بعض أمهات المختطفين وضع ذويهن في سجون عدن. منظمات حقوقية وصفت وضع المعتقلين في السجون التي تشرف عليها قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات بالمخيف، مطالبة السلطات بضرورة تقديم الدعم والرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية بصورة عاجلة لهم. رابطة أمهات المختطفين استنكرت الاعتداءات بحق المعتقلين في سجن بير أحمد، وذكرت أن إدارة السجن اعتدت على المعتقلين خلال الأيام الماضية بعصب أعينهم وتقييد أيديهم وضربهم الشديد في ساحة السجن. المعتقلون البالغ عددهم 72 معتقلاً تعرضوا للضرب الشديد والمعاملة القاسية بحسب بيان رابطة أمهات المختطفين التي طالبت بسرعة الإفراج عنهم. ناشطون حقوقيون وجدوا أن المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون سواء تحت سيطرة ميليشيا الحوثي أو القوات المدعومة من الإمارات تتطابق في قسوتها ولا تختلف إلا بمسميات الجهات التي تدير السجون. منظمات دولية أيضا دعت إلى سرعة الإفراج عن المعتقلين محذرة من استمرار التعذيب والمعاملة القاسية بحقهم، فيما طالبت منظمات محلية بالتحرك الأممي لإنقاذ حياة المعتقلين في عدن بشكل عام ومعتقلي سجن بئر أحمد في العاصمة المؤقتة بشكل خاص، وهي مناشدات متكررة لا تلقى استجابة من قبل الحكومة والجهات التي تدير السجون في عدن. إذا نبدأ النقاش من فيينا مع رئيس منظمة سامي للحقوق والحريات توفيق الحميدي. أستاذ توفيق أهلا بك. أهلا وسهلا بكم جميعا مشاهدي قناتكم الكريمة. مرحبا بك أستاذ توفيق. بداية وبشكل عام، كيف تفسر هذا الصمت الدولي والحقوقي تجاه الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها السجناء في اليمن؟ حقيقة نحن أصدرنا أكثر من بيان سابق وتحدثنا بكل وضوح عن ضرورة أن يكون الملف الحقوقي خاصة ملف المعتقلين ضمن أولوية المبعوث الأممي، وأيضا ملفات التفاوض السابقة. حقيقة المعتقلين لا يوجد هنالك صمت، لكن لا توجد أداة فاعلة لتحريك هذا الملف. هنالك نستطيع أن نقول عدم وجود حكومة حقيقية في الجنوب، خاصة في عدن في حضرموت، وهنالك سلطات دولة الإمارات والقوات المسلحة التابعة لها هي التي تدير هذه السجون. وقلنا أكثر من مرة أن إدارة هذه السجون تعتبر من الأمور الولائية الخاصة بالحكومة اليمنية، ولا يجوز لأي تشكيل أو قوة مهما كانت أن تدير سجون خارج القانون وخارج الإشراف القضائي. وهذا أحد العوائق الذي ضاعف وفاقم معاناة المعتقلين في الجنوب. أيضا في الشمال لدينا جماعة الحوثي، لكن بالذات تحدثنا عما جاء في التقرير، وبالتالي لا سلطان لأحد. هنالك أوامر قضائية صدرت من النيابة العامة في عدن ومن النيابة العامة في حضرموت، ولكن هنالك عوائق واضحة من قبل هذه القوات ومن قبل أشخاص معروفين بأسمائهم، مع ضعف كبير من قبل وزارة الداخلية اليمنية التي من المفترض أن تدير مثل هذه الملفات. اليوم هذا التقرير الجديد أو هذا البيان الصادر عن رابطة الأمهات المعتقلين يأتي بعد مجموعة من الانتهاكات المتعلقة ضد هؤلاء المعتقلين في بير أحمد، منها منع الزيارة تقريبا طوال شهر رمضان المبارك والأسبوع الماضي،
نحن في منظمة سام تلقينا مجموعة من الرسائل من داخل السجن تتحدث عن انتهاكات وعن معينة ضد هؤلاء المعتقلين. سوف نصدر بها تقريرا مفصلا في قابل الأيام عما يعانيه المعتقلون في سجن بير أحمد وفي مجموعة من السجون الأخرى في الجنوب وبقية المحافظة. نعم أستاذ توفيق، أنت تحدث عن ضعف حكومي في إدارة هذه الملفات، بالتالي شخصيا كيف تقيم أداء الحكومة والأجهزة الرسمية المسؤولة عن هذه الحوادث وهذا الإخفاء ورفض أوامر النيابة بالإفراج عن البعض الذين قد صدرت أوامر بالإفراج عنهم؟ نحن نقول بكل وضوح وبلا شك إدارة السجون من القضايا أو من الأمور الولائية الخاصة بالحكومة اليمنية، ولا يجوز لأي سلطة تنشئ سجون خارج إطار القانون وتقوم بإدارتها واعتقال الناس بدون أوامر قضايا، تعتبر جريمة من الجرائم التي يحاسب عليها القانون. أيضا عدم تنفيذ أوامر القضاء ورميها عرض الحائط، أيضا هذه جريمة من الجرائم. كان من المفترض على الحكومة الشرعية أن تحيل كل هؤلاء المتسببين في هذه المخالفة إلى القضاء، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في مثل هذه الجرائم. نحن ندرك اليوم أن السلطات الأمنية والجهاز القضائي في اليمن هو انعكاس طبيعي لحالة الضعف الذي تعيشه الحكومة الشرعية. اليوم الإشكالية اليوم أن الحكومة جزء كبير منها يعيش في أبراج عادية في الرياض ولا يمتلك قراره على الأرض، والسلطة الموجودة في عدن تديرها بصورة حقيقية دولة الإمارات والقوات التابعة لها، ووصلت الأمور إلى مستوى المصادمة العسكرية في الفترة الماضية. وبالتالي اليوم الجهد المجتمعي هو الوحيد القادر أن يحرك هذا الملف، والتواصل مع لجان التحقيق على الأقل من أجل الدولية طبعا من أجل الحفاظ على حقوق الضحايا، بما فيها اللجان التابعة لمجلس حقوق الإنسان والتي سترفع تقريرها في شهر سبتمبر القادم في جنيف. نعم وزير الداخلية سابقا أحمد الميسري في وقت سابق أيضا أكد وتنصل من هذه المسؤولية، أكد عدم وجود سجون سرية تتبع للإمارات في العاصمة المؤقتة وأن السجون جميعها عادت إلى السلطة. أنت كيف تنظر لموقف الحكومة ممثلة، أو إذا تحدثنا بشكل أكثر تحديدا ممثلة بوزارتي الداخلية وحقوق الإنسان تجاه قضية معتقلي بير أحمد وغيرهم الذين هم في السجون الرسمية؟ والله وزارة الداخلية موقفها يتعارض من فترة إلى أخرى. في البداية كان هنالك موقف شجاع وقوي لوزير الداخلية وتحدث على أن هذه السجون لا تشرف عليها الحكومة اليمنية، ثم بعد زيارة لدولة الإمارات عاد بتصريحات مغايرة، وفي الفترة الأخيرة أيضا رأينا تصريح لوزير الداخلية أيضا يتحدث على أن التحالف أتوا لمساعدة الحكومة لا للانقضاض عليها. في المجمل نحن اليوم نستطيع أن نقول بأن وزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان هي انعكاس لحالة الضعف اليمني. هنالك أطر تقريبا محددة تعمل فيها هذه الوزارة دون أن تستطيع الخروج عن هذه. تقارير السجون السرية ليست جديدة، هي أول ما أثيرت في مايو من عام 2016 في أول تقرير أصدرته منظمة سام، ثم توالت التقارير من المنظمات الدولية الحقوقية أو من وكالة الإعلام الدولية الأمريكية والأوروبية إلى غير ذلك. وفي حينها حاولت الحكومة اليمنية أن تمتص هذا الغضب المحلي والدولي بتشكيل لجنة على رأسها وزير العدل النائب العام ونائب وزير حقوق الإنسان على أن تصدر تقريرها خلال 20 يوما، وإلى اليوم مضت السنتين والثلاث سنوات دون أن تصدر هذه اللجنة تقريرها. في حقيقة نحن لا نعول على الأدوات التابعة للحكومة الشرعية، لأننا ندرك الظروف التي تعيش فيها الحكومة الشرعية وندرك بأنها حكومة مقلمة الأظفار مسلوبة الإرادة مسلوبة القرار. وهل هذا يعفيهم من المسؤولية وهم تحملوها بأنفسهم؟ لا 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 يمكن أن يعفيهم من المسؤولية، الحكومة بموجب الدستور بموجب القانون، لكن نحن نوصف واقع موجود. في النهاية الحكومة الشرعية والوزراء المسؤولين هم مسؤولون بموجب الدستور، وأي تقصير يحيلهم إلى المساءلة والمحاكمة إلى غير ذلك، وهم أيضا حتى مسؤولين أمام المنظمات الدولية في التقارير التي تصدرها ما بين الفترة والأخرى. لكن نحن نوصف هذا الواقع الحالي
الذي نشاهده أمامنا، حكومة ضعيفة، وزارة محددة الصلاحيات، لا تمتلك مواردها، لا تمتلك إمكانياتها، لا تمتلك القدرة على إدارة حتى وظائفها ومهامها. هذا لا. واقع، لكن هذا الواقع لا يعفيه من المسؤولية. ما دام قد تصدروا هذا المشهد وتولوا هذه الوزارة، فهو أدوا اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، فهم مساءلون، وأي تقصير هو سيقع في ذمتهم، خاصة نحن الأمهات في كل الوقفات تذهب إلى وزير الداخلية، لأنه في النهاية المعروف دوليا وعرفيا وقانونيا ومحليا أن هذه السجون من المفترض أن تديرها الحكومة اليمنية وتشرف عليها الحكومة اليمنية نفسها. بالضبط. إذا ما تقييمك لدور المنظمات الدولية والمحلية في هذه القضية؟ بشكل عام المنظمات الحقوقية والمحلية دورها كاشف، لا تمتلك أكبر من هذا الدور، وأعتقد أن المنظمات المحلية والدولية استطاعت أن تكشف الجزء المظلم الذي اختفى أو اختفى فيه كثير من الانتهاكات. نحن في منظمة سامية تقريبا أصدرنا أكثر من 5 إلى 6 تقارير متعلقة بالسجون وبالإخفاء القسري، منها تقرير تحتوى على 18 سجن في تحت سلطة الإمارات العربية المتحدة، وتقرير تحدث عن 180 سجن تحت سلطة جماعة الحوثي والحكومة الشرعية في مأرب وفي الجماعة المسلحة في محافظة في تعز وغيرها من المحافظات التي فيها جماعات مسلحة. ثم أصدرنا تقريرا مفصلا في أبريل من عام 2018 عن سجن بير أحمد، وفي أغسطس من العام الماضي عن سجن الطين في محافظة سيوط، وأصدرت الهيومن رايتس والأمنيستي وكثير من المنظمات، وتحولت قضايا السجون من قضية يمنية إلى قضية دولية تطرقت إليها تقريبا كل التقارير التابعة لمجلس الأمن أو لمجلس حقوق الإنسان. وهذا دور المنظمات، لأنها لا تمتلك أداة أو سلطة تنفيذية لإجبار الأطراف المنتهكة على الإفراج عن المعتقلين لغير ذلك، لكن تستطيع من خلال التشبيك أن تدرج أسماء المنتهكين ضمن التقارير لمحاسبتهم في الفترات القادمة، أو إذا تم حلحلة هذا الملف لأي اليمني لأي صيغة من الصيغ، سواء كانت عدالة انتقالية أو كانت محكمة خاصة بالجرائم التي ارتكبت في اليمن. أستاذ توفيق، اسمح لي أن أستضيف معنا أيضا أو ينضم إلينا في النقاش الناشط الحقوقي من إسطنبول محمد الأحمدي. أهلا بك أستاذ محمد. مرحبا بك، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. بداية اكرر عليك نفس السؤال الاخير الذي طرحته على استاذ توفيق، ما تقييمك لدور المنظمات الدولية والمحلية في قضية المختطفين في سجن بير احمد تحديدا؟ للاسف الشديد هذه واحدة من القضايا الحقوقية المؤرقة للضمير. منذ سنوات يعاني المعتقلون في سجن بير احمد وشبكات السجون السرية في المناطق المحررة، وهذه شبكات السجون في الحقيقة التابعة للقوات التي تدعمها الإمارات، يتعرضون لصنوف شتى من التنكيل والتعذيب ومصادرة حقوقهم على الأقل كمتهمين، إن كانوا بالفعل متهمين بارتكاب أي جريمة يعاقب عليها القانون. هؤلاء في الحقيقة يعانون من مصادرة كل حقوقهم على مدى السنوات الماضية. لم يمثل هؤلاء المعتقلون أمام قضاء، بل بالعكس من ذلك، كان هناك أوامر بالإفراج عن العديد منهم، لكن سلطات السجون تمنع إطلاق سراحهم وتستمر في احتجازهم تعسفيا وتمارس بحقهم التعذيب وسوء المعاملة. في الأمس أصدرت رابطة أمهات المختطفين بيانا تتحدث فيه عن معاملة قاسية وعن تعذيب واعتداءات للمعتقلين في سجن بير أحمد، ومخاطبات دائما من رابطة أمهات المختطفين وأهالي المختطفين للمنظمات الحقوقية للجان المعنية بحقوق الإنسان في اليمن، لجنة التابعة للمفوضية الثانية لحقوق الإنسان. لكن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة هناك صمت عجيب ومجرد بيانات وتقارير لا ترقى إلى مستوى الجرائم التي يتعرض لها هؤلاء المعتقلون. أستاذ محمد، إذا كيف تقيم دور الحكومة في إغلاق هذه السجون التي لا تتبع سلطتها أصلا؟ للأسف الشديد حتى هذه اللحظة الحكومة الشرعية في المناطق المحررة لا يزال وجودها ضعيفا للغاية، خصوصا فيما يتعلق بسيادة القانون وحتى في مسألة الخدمات الأساسية، فلا هي أفلحت في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين
رغم مضي مدة طويلة على تحرير هذه المناطق من قبضة الميليشيا الحوثية، ولا هي أيضا ساهمت في إعادة تفعيل مؤسسات الدولة لا سيما مؤسسة القضاء والنيابة، نعم، ووضع المعتقلين والمحتجزين في السجون تحت حماية القانون. وبالتالي يعني في الحقيقة دائما نقول بمرارة كبيرة إن التحالف الذي جاء لدعم الشرعية لم يحقق هذا الهدف الأول والأساسي، بل ظهر بأهداف أخرى. نعم. إذا الناشط الحقوقي من اسطنبول محمد الأحمدي، أشكرك جزيل الشكر. ينضم إلينا أيضا من الرياض المحامي والناشط الحقوقي محمد قشمر، أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا ومرحبا بكم بالمشاهدين الكرام. نعم أستاذ محمد، بداية كقانونيين، كيف تنظرون إلى واقع الانتهاكات في سجون العاصمة المؤقتة عدن التي تخضع لسلطات خارج الشرعية؟ الحقيقة يجب أن نتحدث عن جرائم، لا نتحدث عن انتهاكات. الجرائم في النهاية ينظمها القانون اليمني بالنسبة لمثل هذه الأعمال التي تكون داخل نطاق المناطق المحررة، وفي نفس الوقت تعتبر خاضعة في مناطق محررة، ليست يعني خاضعة لسلطة الانقلاب. نعم. نحن الآن نتحدث عن جرائم تحدث في السجون، يجب أن تخضع لما يجب أن تخضع إليه المؤسسات التي تقوم بانتهاكات أو بجرائم داخل إطار المؤسسة نفسها. هنا الآن مؤسسة السجون وهيئة السجون يجب أن تتحمل المسؤولية الجنائية كاملة عما يحدث للمعتقلين. نحن يجب أن نتحدث كقانونيين أيضا عن المراحل التي يجب أن تتم، بداية الاعتقال إلى السجن أو التوقيف إلى السجن. أين مرت هذه المراحل؟ هل مرت أم لا؟ يجب أن نؤكد بأن هذه المراحل هي التي يمكن أن تجعل من هذا السجن سجن مبني على أسس قانونية صحيحة، أم أنه خارج نطاق القانون، وبالتالي يجب أن يتم التعامل معه بطريقة أخرى. الآن رابطة الأمهات عندما تتحدث عن الانتهاكات التي تحدث هنا، يجب أن نتعامل مع الموضوع بالشق القضائي والقانوني. هل استطعنا أن نقف أمام المحاكم اليمنية والنيابة اليمنية لنقدم هذه التقارير، نبدأ برفع شكاوى حقيقية على السجن وعلى إدارة السجن وعلى مأمور السجن وعلى من يتم التوجيه لهم من خارج، سواء من السلطة من إدارة الأمن؟ هذه أشياء يجب أن تمر بمراحل مهمة، يجب أن تمر. أنا الآن أقول من قناتكم، يجب على رابطة أمهات المستضعفين أن تبدأ بهذا الإجراء. لماذا؟ لأنه في النهاية إذا فشل القضاء اليمني من النظر بهذه القضايا أو الاطلاع عليها أو إبداء الحكم فيها، فمن السهل بعدها أن يتم رفعها إلى القضاء الدولي، وهذا هو ما يجب أن نأخذ به، لأن القضاء الدولي لا يأخذ مثل هذه القضايا إلا بعد أن يفشل القضاء المحلي بالنظر فيها. القضاء المحلي بلا شك فشل فشلا ذريعا بالنظر في مثل هذه القضايا، لأنه بالنهاية أدركنا أن هناك يعني سجون ومعتقلات خارج قدرة القضاء على أن ينظر فيها. هنا المشكلة وهنا الكارثة للأسف الشديد. علينا إذن أن نبدأ بعملية تحويل مثل هذه القضاء إلى واقع حقيقي، إلى 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 إلى, إلى المجتمع اليمني للتعامل معها بشكل جدي. أين المنظمات المحلية التي يمكن أن تساهم في تقديم مثل هذه الملفات إلى القضاء ثم رفعها إلى القضاء الدولي؟ يجب أن يكون هناك تحرك جدي. شوفي، الكلام بحد ذاته والمواقع الإعلام يمكن أن يساهم بشكل نسبي في إيصال مثل هذه المشاكل وهذه الجرائم، لكن لا يمكن أن يأخذ المظلوم حقه إذا استمر العمل بهذه الطريقة. نعم وصلت الفكرة أستاذ محمد، ابقى معنا. أنتقل إلى ضيفي مجددا من فيينا توفيق الحميدي. أستاذ توفيق، كيف لكم كمنظمات حقوقية تحريك الملف في المحافل الدولية؟ طبعا الملفات تحتاج إلى جهد كبير، هذا الجهد يبدأ بداية من عملية التوثيق وفق أسس قانونية صحيحة، إضافة إلى حصول مثل هذه المنظمات على توكيلات قانونية من الأشخاص الضحايا الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات. وبالتالي هنا الإشكالية الكبرى، كثير من المعتقلين سواء الذين أفرج عنهم أو من أهالي الضحايا الذين توفوا تحت التعذيب يرفضون بسبب الخوف، سواء كان في شمال اليمن في المناطق التي تحت سلطة جماعة الحوثي أو في المناطق التي تحت سلطة الحكومة الشرعية حتى في مأرب أو في حضرموت أو في أي من هذه المناطق. وبالتالي الذهاب إلى القضاء الدولي حتى القضاء المحلي ذو الصبغة الدولية، نحن عندما نتحدث عن القضاء الدولي لا نتحدث أيضا بالمفهوم الحرفي والقانوني، لأننا نتحدث اليوم عن رفع قضايا أمام
قضاء محلي ذو صبغه دوليه ذو اختصاص دولي مثل القضاء الفرنسي او في البلجيكي او البريطاني الى غير ذلك، وهذه فيها امكانيه لرفع مثل هذه الدعاوى، لكن تنواجه بمجموعه من العقبات الفنيه والقانونيه الى غير ذلك، وبالتالي المنظمات ربما تعمل جهدها لكن هذا يحتاج الى امكانيات وامكانيات كبيره جدا. يبقى اليوم اننا نقوم بعمليه التوثيق لنحفظ حق الضحايا ونحفظ حق الضحايا لاي كما قلت لك لاي صيغه قادمه، لانه اليوم نحن لا يمكن ان نتحدث عن مؤسسات قضائيه يمنيه حقيقيه موجوده، اليوم القضاء في اليمن عمليا غير موجود، القضاء في صنعاء اليوم هو اداه من ادوات الانقلابيين يسلط يقوم بنصب محاكمات شكليه لتصفيه الخصوم وارهابهم، في تعز في غيرها من المناطق يوجد قضاء خجل، بل ربما لا نستطيع ان نتكلم عن قضاء حقيقي، وفي عدن وفي حضرموت لا نستطيع اليوم ان نتحدث عن قضاء، اليوم كثير من القضايا الحقيقيه التي ارتكبت فيها انتهاكات لا يستطيع القضاء ينظر اليها، لا على المستوى الفني ولا حتى على المستوى الاجرائي، لان مثل هذه القضايا التي ترتكب في الحروب وفق اتفاقيه روما واتفاقيه جنيف تحتاج الى امكانيات وتاهيلات خاصه، انا اعتقد ان مثل هذا الامر غير متوفر اصلا للقضاء اليمني الى حد الان، وبالتالي هذه الاشكاليه تقف عائق، وبالتالي اليوم الدرجه الوحيده او هو ان يكون هنالك ضغوط سياسيه، الذهاب الضغط في اتجاه تحريك ملف المشاورات في عمان من اجل اطلاق المعتقلين الى غير ذلك، لان المراحل اذا تركت على اذا لم تتحول قضايا المعتقلين في كل الجمهوريه اليمنيه، اذا لم تتحول الى قضيه شعبيه حقيقيه تتحرك في على المستوى الافقي والمستوى ايضا الراسي، اعتقد بانها ستطول وسيكون ضحاياهم الضعفاء والمساكين واهاليهم من الامهات والابناء الى غير ذلك. ولن تنتهي هذه الدوامه، اشكرك جزيل الشكر من فيينا رئيس منظمة سامي الحقوق والحريات توفيق الحميدي. بالعودة إلى ضيفي من الرياض الناشط الحقوقي والمحامي محمد قشمر، أستاذ محمد برأيك ماذا يجب على الجهات الرسمية والمنظمات الدولية فعلها في هذا الملف، وما الخطوات التي يجب عليهم اتباعها في تحريك هذا الملف الشائك؟ الحقيقة أن المنظمة الدولية تعرف ما عليها من واجبات، لأنها ما قامت المنظمة هذه لو هي مبنية على أسس ومواثيق دولية، هذا موضوع منتهي. الحكومة اليمنية أيضا أعتقد أنها تعرف ولكنها أعتقد غير قادرة، أنا أتكلم على وزير الداخلية رجل رائع رجل مميز، لكنه يعني حقيقة نكون يعني نوع من الصراحة غير قادر على غير قادر على تقديم شيء. هذا الشيء أنا أضيف بس إلى مداخلة الأستاذ توفيق متعلق بما طرحت من سؤال، نحن الآن أمام قضيتين مرتبطتين، أولا دور المنظمة المحلية وهي التي يمكن أن تكون فاعلة أكثر من المنظمة الدولية التي أثبتت أنها للأسف الشديد غير قادرة على تقديم صورة حقيقية لموضوع المعتقلين في اليمن عامة، سواء في المناطق المحررة أو في المناطق القابعة تحت سلطة الحوثيين. للآن أمهات المختطفين تعاني بشكل جنون، يلتقوا مع كبار المسؤولين في قضية سامي شؤون الإنسان، التقوا مع المبعوث الدولي مارتن جريفيت، لكن للأسف الشديد لم يخرجوا بنتائج، لأن هناك أعتقد هل تمكنوا من التواصل مع الجهات الرسمية؟ حتى ما كانت امهات انا اتكلم نعم تواصلوا مع الجهات لكنهم لم يصلوا الى نتائج، اذا المرحله التي نتحدث عنها ممكن تحدث عنها الاستاذ توفيق ويمكن ان تتم بشكل معين، المنظمه المحليه ما هو الواجب التي يجب ان تقوم بها الان؟ المنظمه المحليه يمكن ان تقدم الكثير والكثير في هذا الملف، ملف المعتقلين خصوصا في المناطق التي يمكن ان يتحرك فيها القضاء بشيء نسبي، انا اتكلم عن بعض المناطق المحرره مثلا المعتقلين في السجون في عدن مثلا، المعتقلين ايضا في صنعاء، هل قد ايضا دور الضحايا وذويهم يجب ان يكون هناك دور فاعل للضحايا ذاتهم ولذوي الضحايا، هل يمكن ان يقوموا بتوكيل؟ طبعا تحدث عن نقطه مهمه جدا وهي الدول التي يمكن ان تقبل قضايا في قضائها المحلي مثل المانيا في فرنسا، يمكن ان تقبل مثل هذه القضايا اذا كانت متعلقه بحقوق الانسان، هل استطاع الضحايا ان يقوموا بتوكيل منظمات حره يمنيه او اقليميه او دوليه للترافع امام تلك القضايا؟ اقل شيء نخرج بنتائج، نخرج بقرارات، نخرج باحكام، يمكن ايضا بعد ذلك ان نقدمها للمجتمع الدولي لمجلس حقوق الانسان الذي اثبت للاسف الشديد انه يتعامل مع الانسانيه بازدواجيه، عندما اتحدث عن ملف الحديده الكل يضج يعني اذاننا بحقوق الانسان وان هناك سيكون انتهاكات لحقوق الانسان، لكن الملف
الذي نتحدث عن ملف الأسرى المعتقلين والمخفيين قسرا كان منتهي، يعني 95% تم منه وتم عرقلته من قبل الحوثيين. بمعنى آخر أن المنظمة الدولية لا يمكن أن نركن عليها بشيء، هي ترضخ للقوة، والقوة الحوثية الآن هي التي تسيطر للأسف الشديد، أيضا القوة المالية لبعض الدول هي التي أيضا تؤثر في الملفات الإنسانية، وهذه هي الكارثة. يجب على يعني ذوي الضحايا أن يكون لهم دور في هذا الموضوع. نعم، إجمالا تعويلك الشخصية على المنظمات المحلية. ضيفي من اسطنبول الناشط الحقوقي والمحامي محمد قشمر، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا الحلقة انتهت، نشكر لكم حسن متابعتكم، إلى اللقاء.